مساء الخير مشاهدينا اللي انضموا لنا ليتابعوا حلقه جديده من النص الحلو، ومساء الخير للصبايا اللي معي لنهلا وللولي. شو اخباركم؟ شلون تمام؟ انا تمام. انت ديما لابس دائما الشيف. انا عجبتني اليوم. انا دائما ان شاء الله يا ربي ديما هيك. الشيف شو اخبارك؟ يا مساء الجمال على النص الحلو. شو اليوم السفره كيف؟ هنطير على تركيا شكلنا هيك. خدنا معك يا شيف، خدنا عايزين نعمل شوبينج. خدنا على تركيا. عايزين نعمل شوبينج بتركيا النهارده عشان فجأة نطلع من تركيا نعمل برضو على ايطاليا. على ايطاليا شفت المكرونه خلاص. أيوة. مكرونه مع صوص بولينيز عشان الاطفال الحلوين ما بيعرفوش يعني ايه شركسيه. اوكي، فيبقى لهم طبق كمان ما ينساهوش. حلو. طيب يا نهله معلش انا بس بدي اعرف امبارح شو صار معكم بالشوبينج. مالك انت غيرانه عشان سبناك امبارح ولا ايه؟ انت ما رضيتيش تيجي. لقينا بقى يا رشا اقبال على المحلات. السيل بقى نزل، ومش عايزه اقول لكم البنات داخله تشتري، يعني عايز عاجبها مش عاجبها هنشتري النهارده. حصل في انت تقصدي ايه؟ في بنات كده كانوا معانا امبارح يعني انا عارفه. بس حاجات حلوه عشان السيل. لا يا جماعه السيل برضو يا بس انت جماعه ما ينفعش ان احنا نشتري كل حاجه. ماشي. نشتري الحاجه اللي احنا محتاجينها بس، لكن اي صرف كده والسلام يعني. وبعدين انا مش عايزه اتكلم، يعني مش هقول للمشاهدين انت عملتي ايه امبارح. هنعدي الخطوه. انا بعرف انه الشوبينج بيخفف يعني الضغط النفسي. انا بالنسبه عليا يا رشا بجد هو الشوبينج بالنسبه لي يعني بحس نفسي كده ارتحت. يعني طلعت فيك انا جدا. انت لاحظتي فرق بين امبارح والنهارده؟ بس لاحظتي ريفريشمنت ازاي ومتغيره عن امبارح؟ ايه رايك؟ تعرفوا معناته كل يوم هروح اعمل شوبينج. بس لاحظتي ازاي الاقبال؟ انه مش احنا بس الستات هي اللي بتروح تعمل شوبينج على فكره، الشباب الرجاله كمان. الشباب ما شاء الله، ودي حاجه حلوه قوي انه زي ما الست تهتم بنفسها وبتروح تعمل شوبينج واكسسوارات وشنط وكل حاجه هي بتحتاج لها، الراجل كمان هو نفس الموضوع. بس حلو الراجل مش بيحب الشوبينج. لا بس انا واحده استنى. اذا حدا لما تكون الست عزماه وهي اللي تقول له هدفع انا الفاتوره. انا عارفه. لا احنا بنحكي هيقول لك شكرا. لا احنا بنحكي موضوع تاني. لا استني بس هو الراجل ده من انهي بلد؟ معلش انا بقى عارفه اللي بيحب الشوبينج وخلاص. الراجل يحب ينزل يشتري شويه اجبان حلوين، شويه لحوم، شويه كوستاليتا، خدت بالك كده يغذي نفسه. انما ملابس والحاجات ديت انت تعزميه عليها كويس قوي. لا بس انا عايزه اقول لك يا شيف مغازي ان الست بتحب الراجل برضو اللي مهتم بنفسه. مظبوط ده يعني طبعا برضو عشان يبقى مالي عينيها كده يعني. وفي رجاله كتير انا شايفاهم بصراحه بجد بيهتموا جدا جدا جدا، يعني اللي بيحبوا اللبس بالذات ابتداء من الساعه يعني كل حاجه، ودي حاجه حلوه. اوكي زي ما قلت انت بيحب الراجل يهتم بالاكل وبالحاجات دي وكذا. طب اذا انت هتهتم بالشوبينج هو بالشوبينج نشوف حد ياكلنا احنا الاثنين. سلام. انا بالنسبه ليا انا عندي مين ياكلني. انا عندي مين ياكلني يا شيف. اكيد الشيف احمد المغازي بيعملنا كل يوم. كل يوم انا يعني متهنيه على نفسي صح ولا لا؟ مظبوط. ميرسي على أكلة امبارح. هو الشيف على الكسكسي. بجد يعني في ناس برشا ناس في تونس حبوا يشكروك اللي انت عملت الوجبة. قول لنا كده يا ليلى الكسكسي في الكوب. كسكسي في الكسكسكيس نورمال. كسكسي في الكسكيس. عادي جدا. نتعلم من بعض مفيش مشكلة. لا أنا دلوقتي هعلمها له وبعدين يصير هو يعلمها لي، فخليني مركزة فيها كويس. بس هو الشيف على فكرة عم بيقول شيء له علاقة بالميزانية إنه هي دي الميزانية. بس هو بيوصونا دايما انه ما نصرف كتير بالشوبينج، بس بصراحه مشان نفسيتكم مرتاحه الفلوس بتروح وبتيجي يعني. ف اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. بالظبط. نشوف شو عنا اليوم. يلا خلونا نشوف شو عنا اليوم تقارير واخبار ونرجع لكم. هنشوف في تقرير عالم الارقام شار لاصغر رحاله في العالم. مشاكل الزوجه مع الزوج المدلل ده الموضوع اللي هنناقشه النهارده، ورح نشوف كيف نعمل لوحات فنية حلوة ومفروشات لبيتك من قصائص القماش بتقرير اليوم. حنتعرف أكثر على عالم الأحلام مع شيماء صلاح الدين مفسرة الأحلام. أكلة جديدة وطبق جديد هيقدمه لنا الشيف أحمد المغازي النهاردة. مشاهدينا رجعنا لكم، وخلينا نشوف اليوم شو عنا عند الشيف وشو رح يعملنا بتركيا. قلتوا بإيطاليا. أنا شايفة في باستا على الترابيزة. مزبوط. ومن تركيا شو في؟ شاطرة يا رشا، شفت المكرونة قلت رحنا على إيطاليا. مش كتير بدها ذكاء بصراحة. طيب إحنا عملنا شوبينج واشترينا شوية فراخ، شوية بتنجان، شوية مكرونة. لما نروح نعمل شوبينج ما ننساش المطبخ.
في اكسسوارات صغيره ممكن تساعدك تعملي حاجات حلوه في المطبخ، حاجات بتاعه الكيكه، الكب كيك الصغير في منه اشكال دلوقتي كتير بتاع الاطفال بيحبوها، شكل قلب، شكل دبدوب صغيرات ديت. الحاجات بتاعه المطبخ كمان ما ننساش في السكه دي اهم حاجه. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض. النهارده هنتجول كده كذا مطبخ ونعمل نرضي كل الاذواق. والميزه لما تعملي اكل لازم تراعي في الاعتبار ان عندك اطفال، ممكن كبار السن، ممكن واحد بيحب الاكل المحرم مش قوي. فالنهارده هنعمل طبق مسقعه من المطبخ المصري بطريقه شيف ونص، بطريقه الشيف المغازي. طبق المسقعه اللي هنعمله مع بعض النهارده هنعمله بالبتنجان مع شويه رز ونتلاشى مشاكل الصلصه اللي بتنزل من البتنجان. هنعمل كمان طبق مكرونه سباكيتي مع صوص بولونيز خطير جدا، وصوص البولونيز هنا هيتعمل بطريقه تانية من المطبخ الايطالي وهتعجبكم قوي مع الريحان والزعتر. هنعمل طبق شركسيه من المطبخ التركي ونشوف اسرار صوص الشركسيه. صلصه الشركسيه بتعملها المطابخ من مطبخ لمطبخ ومن شيف لشيف، ولكن لها اسرار. هنشوف اسرار صلصه الشركسيه اللي بتتحط على الدجاج زي التلج كده لما بينزل في لبنان، بنشوف طبعا بيبقى شكله جميل جدا في الصيف او الشتاء. كمان المفاجاه النهارده عشان النص الحلو ما يزعلش مننا، هنعمل كيكه اسمها كيكه النص الحلو بالجنزبيل والعسل. ازاي نخلط ما بين الجنزبيل والعسل المشروب المفضل للرئه هنا والصبح نشربه، هنحوله لكيكه اسمها كيكه النص الحلو بالجنزبيل والعسل. طبعا طبق السلطه الخضراء مهم جدا على سفرتنا. نشوف المقادير يا ابو حميد بعد اذن حضراتكم. يعني الكيكه دي يا شيف مفيده في علاج البرد؟ اه الكيكه دي مهمه جدا على فكره، انا حبيت اعملها في الايام دي في علاج البرد والانفلونزا، لان احنا متقلبين دلوقتي انا عندي برد شتاء وصيف. اه يعني هتلاقي اليوم بتشوف فيه الاربع فصول. فالكيكه دي في البيت جنزبيل وقرفه فيها حاجه مهمه جدا. اول مره اسمعها مع العسل. اه هتعجبكم على فكره. نشوف مع بعض، خلينا نبدا بمقادير الكيكه عشان الكيكه طبعا تعجب كل الساده المشاهدين، دي حاجه جديده قوي على فكره. كيكه بالجنزبيل والعسل مقاديرها 2 كوب دقيق، معانا 3 بيضات او 4، 1 كوب من الحليب، بيكنج باودر، فانيليا، جنزبيل، ما ننساش معلقه قرفه، 1 كوب من السكر، نص كوب من الزيت او الزبده للتقديم، عسل على الوش تشرب الكيكه. نشوف تاني مع بعض كيكه النص الحلو بالجنزبيل والعسل، 2 كوب من الدقيق، 4 بيضات، 1 كوب من الحليب، بيكنج باودر، فانيليا، الجنزبيل الطازه والفريش، معلقه قرفه، 1 كوب من السكر، 1 نص كوب من الزيت او الزبده، وللتقديم عسل نحل. نرجع للطبق الرئيسي بتاعنا الشركسيه من المطبخ التركي. الشركسيه بتختلف من المطابخ بخلطه معينه او بصوص معين، عباره عن دجاجه او ديك شركسي يتسلق في بوكيه جرنيه من الجزر والبصل والثوم مع الرز المصري ملك السفره، الحبهان، ورق اللورو، ومعانا 2 معلقه سمنه، نص كوب من عين الجمل، وهو ده البطل بتاع الاكله بتاعتنا، عين الجمل او الجوز بيسموه الاخوه في الشام الجوز. ما ننساش طبعا الصلصه بتاعت الشركسيه عباره عن بقدونس مع نص كوب من الكريمه اللباني، ملح وفلفل، كزبره، بابريكا، وما ننساش حاجه مهمه جدا القرفه الناعمه تترش على الصوص وقت التقديم. تعالوا مع بعض للمسقعه البتنجان الجميله الحلوه اللي هنعملها باللحمه. معانا بتنجان رومي، معانا لحمه مفرومه متعصجه ببصله وتومه، عصير طماطم، جبنه موزاريلا، زيت زيتون، بابريكا، ملح وفلفل. وانا حبيت اضيف لها جبنه موزاريلا للمسقعه حاجه جديده بما ان احنا في المطبخ التركي تبقى واخده شويه من الطعم. طبعا شفنا مع بعض الاسباجيتي مع صوص بولونيز عشان الاطفال الحلوين اللي بنحبهم ومستقبلنا بين ايديهم، اسباجيتي مع صوص بولونيز، معانا مكرونه اسباجيتي، ما ننساش 250 جرام من صوص بولونيز اللي هو اللحمه المفرومه، زيت زيتون، صلصه الطماطم، وما ننساش ورق الريحان، معلقه سكر للحموضه للطماطم، وجبنه بارميزان للتقديم. اقول مقادير تاني، مكرونه مع صوص بولونيز عشان الاطفال الحلوين، اسباجيتي معانا لحمه مفرومه، زيت زيتون، صلصه طماطم، معلقه سكر للحموضه للطماطم، ملح، وجبنه بارميزان للتقديم. دي المقادير اللي شفناها واستعرضناها مع بعض، ولكن في كل الاعتبارات وفي كل الظروف ما ننساش طبق سلطه خضراء، ده معانا يوميا على السفره، هو ملك السفره. فتوش ماشي، تبوله ماشي، بابا غنوج ماشي، المهم ان يكون في طبق خضره على السفره، وخاصه في الايام اللي احنا فيها عشان نعوض السوائل، احنا مش بنشرب ميه في الشتاء، فيكون طبق السلطه طبق الشوربه اساس على السفره يوميا. هنبلش بايه يا شباب؟ هتبلش بالشركسيه اللي هتاخد وقت، لان الديك الشركسي عايزه ساعه على النار يستوي يا ابو حميد، فاديني وقت كده اظبط المزاج واظبط الاداء. انا بس بدي اقول لك شاف، انا عن جد حاسه السفره اول شيء متوسطيه بامتياز، بترضي كل الاذواق، كتير شيك يعني. فراخ مع الباستا والزنجبيل اللي بالكيك والسلطه، يعني طبعا بناكل اكله حلوه محتاجين نحل بحاجه برضو تكون كويسه. حلو كتير، شكرا يا شيف. طيب فكرة الله يا شيف. طيب خلينا نطلع يعني دلوقتي ونشوف عندنا ايه من عالم الارقام. عالم
10 أشهر عمر فتاة تدخل موسوعة جينيس كأصغر رحالة في العالم. كسرت الطفلة شارلي كل القواعد وشروط السفر وتحولت إلى أصغر رحالة في العالم، فسافرت أكثر من 15 دولة وهي لم تتعدى 10 أشهر، مرافقة والديها يوما بيوم ولحظة بلحظة. 12 مليون جنيه استرليني هو ثمن الجزيرة اللي أهدتها أنجلينا جولي لبراد بيت. أهدت أنجلينا جولي لبراد بيت في عيد ميلاده جزيرة على شكل قلب، ويوجد على الجزيرة منزلان من تصميم المهندس المفضل لبراد بيت. 70 كيلو فقدتهم مواطنة بريطانية لحياة جديدة بعد الانفصال. استطاعت أنجيلا البالغة من العمر 30 عاماً أن تفتح لنفسها سبلاً جديدة ومنافذ أخرى للحياة، فبعد أن زاد وزنها بشكل مبالغ فيه بعد الزواج وعمليات الولادة والحمل، بعد سلسلة من النزاعات والمشاكل الكبيرة بين الزوجين كان الطلاق هو الحل، وبمجرد أن حدث قررت أن تصلح عيوبها وقررت تذهب للصلاة الرياضية وهو أفضل الحلول بالنسبة لها، وبالفعل استطاعت أن تخسر من وزنها حوالي 70 كيلو في أشهر معدودة. 24 جنيه استرليني هو سعر أحمر الشفال وردي الذي يحمل اسم الأميرة شارلوت. أهدت ماركة مكياج عالمية الأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا أحمر شفاه وردي اللون يحمل اسمها، وذلك بمناسبة عيد ميلاد الأميرة الأول الذي يوافق 2 من مايو القادم. 60 عام عمر مواطنة أسترالية لم تمنعها من أن تصبح نجمة من نجوم الإنستجرام. تعمل ليزي منذ أكثر من 25 عاماً كمنسقة أزياء ستايلست لنجوم التلفزيون، لكنها لم تكتسب شهرتها بفضل عملها بقدر ما حققته من شهرة بفضل أسلوبها في اختيار الأزياء التي تظهر بها في الصور على الإنستجرام، وتصف أسلوبها في اختيار الملابس بأنه مغامر وجريء. 15 ساعة من إعلان وفاة رضيع يعود للحياة مرة أخرى. عاد رضيع للحياة بعد 15 ساعة من إعلان وفاته، ووضعه بتلاجة المشرحة في درجة حرارة 12 تحت الصفر في شرق الصين بعد نقل جثمان الرضيع لدار الجنائز، وقبل دقائق من بدء مراسم حرقه تبعا للتقاليد الصينية عاد الطفل البالغ من العمر شهر واحد فقط إلى الحياة. رجعنا من تقرير، والنهاردة بصراحة كل أخباره ظريفة ولطيفة جدا، بس كان في خبر كده لفت نظرنا اللي هي الست اللي كانت مليانة شوية ديت وبعد كده هو تخست بعد ما اتطلقت، ابتدت تهتم بنفسها وتروح الجيم وتعمل رياضة وعملت نيو لوك، هي ما كانت الراجل مليانة. بقى عايز يرجع لها تاني بعد طب انت يعني الرجالة ليه بتسيب الست لما تتخن وتزيد وزنها وتعمل كل الكلام؟ طب ما انت قول لها حتي اهتمي بنفسك شوية، أنا عايزك تخسي شوية، أنا عايزك تزبطي شوية قبل ما الوقت يروح منك ويفوت الأوان. بس صح، هي أصلا تخنت بسببه، يعني هي بعد الزواج صار عندها حالة بداني مش بس كيف يعني ازاي يعني بس جالها اكتئاب وصارت تاكل كتير وتخنت، اتطلقوا ونزلت 70 كيلو. يعني هو بس في ستات كتير يمكن سوري يعني هم بيكونوا قاعدين في البيت زي ما حكينا فيه قبل كده الموضوع، بطلوا يمكن يهتموا بنفسهم بس شايفين جوزها وولادها وبيت جوزها وولادها وبيت وكل الضغط عليها هي، فاحنا بنقول لها لا اوكي اهتمي بجوزك واهتمي بولادك بس اهتمي بنفسك انت الاساس، اكيد يعني ولادك هم نمبر 1 بس انت كمان لازم تهتمي في نفسك. فهم يعني الرجاله لما هي يعني تنصح كده هو بطل خلاص. لو يعني شفتي الراجل ايه يعني لما جت طلبت منه الطلاق وهي تخينه ومليانه عادي طلقها ما كانش عنده اي مشكله، مشكلة. ولما خست وحلوت بقى ورجعت ظبطت تاني عايز بقى يرجع تاني. فحافظي على نفسك يا نهر. انا محافظه على نفسي وانت يا رشا الحمد لله. فعايزين نقول مع احترامنا للرجاله كتير يعني اهتم يعني بالست بتاعتك يعني وحبها حتى بكل يعني بكل زي ما هي اوكي، وتقدر انت تقول لها مثلا يا حبيبتي انا عايزك تعملي كده عايزك تظبطي. لا ما هي الست مرات يا نهله ورشا عارفه لما تلاقيش حاجه حلوه من جوزها يعني تكتئب وخلاص تقول انا حياتي هنا وقفت حياتي لجوزي وولادي. لا الاكتئاب يا ليلى بيجيب اكتئاب، يعني كل ما تكتئبي كل ما انت هتاكلي كل ما انت وزنك هيزيد كل ما مش هتهتمي بنفسك هتوحشي. شوفي بالعكس بقى أنجلينا جولي هدت براد بيت اللي هو زوجها طبعا جزيره على شكل قلب طبعا بالمليارات بقى ما بعرفش كام بالدولار أنجلينا بس
يعني في ستات انجلينا اصلا يا جماعه اهل الكراجل بصراحه وارتبط بانجلينا جولي انا بحبها جدا. انجلينا معروفه بطيبتها وحنانها وكرمها، عامله خير كتير، عامله حاجات حلوه جدا بالذات للاطفال، دي ميزه هي بتتميز بيها السنه دي، تهدي جوزها جزيره فأكيد. فاحنا بنقول بجد نيال جوزها بيها، صح ولا لا؟ وربنا يبعت لكم اولاد الحلال. يا رب ذوقنا بقى يا رب. هنطلع فاصل صغير وهيكون معانا مفسره الاحلام شيماء صلاح الدين، انتظرونا فقره مهمه جدا. طبعا كلنا تعودنا كل يوم اربع معانا فقره عن تفسير الاحلام، بس النهارده حاله تانيه خالص. ليه؟ عشان معانا اصغر بنوته في مصر او في الوطن العربي كله اللي بتفسر الاحلام. معانا النهارده شيماء صلاح الدين. ازيك يا شيماء؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. يعني انا بجد لما قلت اصغر بنوته في مصر وفي الوطن العربي ده مظبوط. يعني انت اول ما دخلتي سالتك عندك كام سنه؟ يعني انا لما قالوا لي سمعت شفت الخبر يعني نفسي اشوفك عشان اعرف مين البنوته دي، اصغر واحده بتفسر الاحلام، دي حاجه حلوه. انا كنت بدي اسال لشيماء شو اللي شدك لعالم تفسير الاحلام وليش دخلتي فيه؟ بصي، هي دي موهبه عامله زي الرسم كده، انا يعني ظهرت عندي وانا اهتميت بيها من وانا عندي 14 سنه. كان كل ما حد يحكي حلم قدامي اقعد اكلم معاه واقول له اه ده معناه كذا ومعناه كذا. الناس في الاول كانت يعني بتاخد المعلومه عادي، لما ابتدى يتحقق معاها بقوا يتعمدوا يسالوا عليا عشان اقول لهم الاحلام. لما وصلت سني 20 سنه ابتدوا قرايبنا بقى والناس صحفيين مقربين وكده ينصحوني اعمل كتاب ادون فيه المعلومات دي لانها هتروح مع الوقت لو ما اهتمتش بيها. اللي خلاني انا حبيت الموضوع واهتميت بيه القرايه، انا اصلا هوايتي القرايه، القرايه بقى في عالم الاديان وعلم النفس وطب المخ والاعصاب، فكل ده بيخليكي عندك كلام كتير قوي وعندك ثقافه معينه من خلال الاحلام بس، فهو ده السبب يعني. طب شيماء عايز اسالك على حاجه، هل في ناس بتحلم وناس ما بتحلمش ولا هو لازم الطبيعي ان البني ادمين لازم كلها تحلم؟ بصي، طب المخ والاعصاب اجاب ان كل الاشخاص بتحلم وان ما فيش شخص ما بيحلمش، لكن الدين بيقول لك الرؤيه الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه، مش كل الناس بتحلم وان الاحلام دي رزق من عند ربنا. ففي الاول وفي الاخر هو حسب الشخص ما بيفتكر اصلا حلم ولا ما حلمش، لانه في ناس بتحلم وبتنسى فيتهيأ لها انها ما حلمتش اصلا، وفي شخص يقول لك لا انا حلمت بس ناسي. لكن صح. يعني الطب ومخ والاعصاب ليه راي والعادي ليه راي، انا بشوف ان في ناس لا ما بتحلمش، يعني في ناس كتير جدا بتنام ما بتحلمش. طيب ايه رايك بالناس اللي بتحلم على طول باستمرار، يعني لدرجه انها تتعب، لدرجه انها تروح تجيب كتب يعني ومش عارفه تعمل ايه، وكل حلم بتحلمه لازم يجي من وراه حاجه؟ بصي، هو ده شقين، في ناس بتحلم عمال ببطال زي ما قلتي كده في الاول وعندها الموضوع مرضي، ده بيبقى راجع لايه؟ نص الاحلام بتاعتها انعكاس لاحداث اليوم اللي بتفكر فيه واللي على بالها واللي من شخصيتها. لكن في ناس ثانيه تحلم احلام ليها تفسير وليها دلاله وبيروح يجيبوا كتب لانهم بيحسوا انه احلامهم صادقه. فهو في نوعين في الظاهره اللي حضرتك قلتيها دي، في نوعين، نوع احلامه صادقه تتفسر ونوع ثاني مرضى بالاحلام ونصها انعكاس لاحداث اليوم او زي ما بيقولوا من كتر تفكيرهم في الموضوع. بالفعل في ناس بس بتغمض عيونها يعني ما بتنامش، يعني بيبقى عندها 24 ساعه في فيديو. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني ايه رايك مثلا بحد مثلا يحلم مثلا انت صاحبتي اوكي، فانا جيتي عندي انت البيت فانا حلمت بيكي ثاني يوم. بصي، ده حاجه من اتنين، يا اما برضو حلم له تفسير يخصني انا، انت حلمتي لي حلم فله تفسير، مثلا انك حلمتي لي ان انا في مشكله فحصلت مشكله، او حلمتي لي ان انا هتخطب فاتخطبت، او ايا كان الحلم. وفي تفسير تاني بيقول ان انت هتعيشي معايا الحدث، انت شفتيه عشان احنا اصحاب، ولما تحصل لي الاحداث دي انت هتبقي موجوده او هتعيشيها، لانه جزء من الاحلام برضو انعكاس لاحداث اليوم. اوكي. يعني طب ايه رايك بالناس، معظم الناس دلوقتي اكتر احلامهم ان هم يعني بيحلموا بالكلاب، ايه تفسير الكلب يعني في المنام؟ بصي، رمز الكلب شقين، في شق بيقول ان هو صديق وفي شق بيقول ان هو عدو. اللي هو ايه؟ عدو. أوكي. امتى يبقى عدو وامتى يبقى صديق؟ لو جاي في صورة انه مش بيهاجمني والكلب بتاعي او انا عارفاه وبلعب معاه في صورة مسالمة، ده بيتقال عليه صديق لان الكلب اصلا بيمتاز بالوفاء. لكن امتى اقول ان هو عدو؟ لو جاي شكله اسود شرس بيهاجمني وعمل لي مشكلة او عضني او نال مني، هنا بيتحول لعدو. او ممكن يجيني في حلم مزدوج عدو لابس ثوب الصديق، كلب بتاعي وبلعبه بس عضني،
فهو الرمز لوحده حاجة وتضفره مع بقية العناصر يعني لو لعب معاها في المنام يعني هي بتحس ان هو جاي هاجمها وبعدين فجأة جاء قعد جنبيها وصار يلعب معاها او حست انه هي مش هيعمل لها حاجة ده مش عدو يعني لا مش عدو حسب تدرج الرمز نفسه جاي ازاي ومع بقية العناصر في الحلم يديكي ايه يعني كل حاجة لوحدها ليها حاجة ومع تدفق العناصر التانية ليها حاجة طب انا امتى شيماء اقدر افسر ان الحلم ده فعلا حلم محتاج تفسير حلم صحيح يعني زي ما بيقولوا وان ده مش حلم ده ادغاص تخاريف ادغاص احلام اقدر افرق بين الاثنين ازاي لما بتكوني بتحلمي حلم باهت مفكك الوانه مش فاكراها متقطع انت نفسك بتقومي تقولي دي تخاريف مش باين له ملامح لا انت فاكراه ولا فاكره ضربته لكن لما بتحلمي حلم واضح صحيح له عناصر مثلا فازه ورحت مشوار واكلت وفي عناصر هتقوليها لي غالبا ما بيكون يعني لازم يبقى الحلم متخطط كده يعني مش متخطط واضح ورموزه واضحه في كمان مجموعه رموز عشان يبقى ليه دلاله تتفسر لكن لو حلم مسقط الدلالات باهت مفكك ملوش تفسير طيب احنا معانا تليفون الو مساء الخير طيب شكله التليفون راح انا كنت حابه اسالك سؤال اتفضلي معانا اميره مساء الخير يا اميره الو يا اميره طيب نعتذر لاميره ونكمل في منامات بتتحول لازمه بحياه الواحد يعني بتكون منامات متكرره فيها بيصحى الواحد مخضوض عم بيوقع او عم تحصل له حاجه وحشه واحيانا ممكن يصحى يلاقي اثار على جسمه يكون شايف المنام انه عم بينضرب او عم بيصارع حدا وبيصحى بيلاقي اثار فعلا على الجسم كيف بتفسري هذا النوع هل هو فعلا اللي عمل اصابه لجسمه ولا في شيء فعلا غيبي او فوق التفسير يعني فوق التفسير العادي للموقف بصي النوع ده حاجتين برضو شقين في احلام بتبقى بتطاردني وصعبه جدا دي بتبقى راجعه للحاله النفسيه بتاعه الانسان وبعض الاسرار الشخصيه في حياته ودي تناولتها افلام كتير جدا جدا في السينما المصريه ده نوع من الاحلام بيبقى تحليلي غالبا ما بيكون الانسان عنده مشكله نفسيه يا اما ما يعرفهاش وبيكتشفها عن طريق الحلم يا اما بيقدر ان هو يعرفها قصدك ان هو بيخربش نفسه او هو بيجي انا ما جيتش ناحيه الخرابيش انا ما زلت بتكلم عن الاحلام فقط لا غير اللاوعي الاحلام الصادمه يعني مثلا انا بحلم مثلا ان حد ما اعرفوش جه وبياخدني في مكان مهجور والحلم مستمر عده اشهر بعد فتره حصلت مشكله في نفس المكان المهجور هنا الحلم بيقول لي عن رساله هتحصل قدام بحادثه غامضه بالنسبه لي لكن الحلم اللي بقى بتحكي لي فيه خرابيش وفيه قرصات زرقاء وبقوم من النوم نفسي مش طالع مش قادره اتكلم دي عكوسات قرين دي مش احلام انت عارفه القرين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما احد منكم الا وقد وكل به قرينه تيقنه من الجن والملائكه قال واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله اعانني عليه واسلم يعني كل واحد مننا عنده قرين من الحياه للممات مدون قران وسنه احيانا بيحصل فيه بعض العكوسات لما الانسان بيتجه لعادات سلبيه في حياته فبتبصي تلاقي ايه يجيلك بقى في المنام نفسك مكتوم مش قادره تتكلمي مش قادره تقري قران متكتفه خرابيش قرصات زرقاء وهكذا ده بيبقى تقويمه عن طريق الصلاه وقراءه بعض القران الموجوده طيب فدي ظاهره طب شيماء ايه رايك بحد يكون نايم وفجاه يعني مرات مش شرط انه بالبيت هو بالعربيه كده مثلا هي وصاحبتها فجاه هي نامت شويه غفلت فبتحس نفسها ان هي وقعت فجاه تقوم بصي لو وقعت حتى لو هي في بيتها او في العربيه بس معظم الناس كده بتقلك الخضه دي يا ريت الخضه دي بتتخض سكوت الهواء الواقع عنده برده ليه حاجتين وقبل كده كتبوا عنه بعض المقالات في الجرايد لو انا جيت وقعت حسيت ان انا قلبي بيرفرف عليا وروحي راحت ده معناه برده مشاكل قرين لازم الانسان يصلي 15 يوم متواصل ويقرا سوره قاف بعد كل صلاه 5 مرات عشان يحصل تقويم للقرين ما يحسش الاحساس ده لكن لو انا وقعت بس حسيت بالهبده او بالخبطه قلبي ما راحش بقى مني ما حسيتش الاحساس ده دي معناها مشكله انا مقبله عليها بقدر حجم الوقعه اللي وقعتها يوم ما اقع من مكان عالي يبقى المشكله كبيره قوي يوم ما اقع يعني من حاجه بس بسيطه بس هي ما فيش الاحساس الركفه ده لكن لا لما يكون في الاحساس ده لا ده معناه ان دي محتاجه تقويم للقرين زي ما قلت لك بتصلي 15 يوم بانتظام وبتقرا سوره قاف بعد كل صلاه 5 مرات يعني في اليوم 25 مره ده بيعالج الحته دي يعني بيعالج مشاكل القرين عكوسات القرين طيب خلينا ناخد اتصال تاني معانا دعاء الو السلام عليكم وعليكم السلام يا دعاء ازيك ايوه ازيك الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي عايزه تسالي اي سؤال شيماء اسالها سؤال اتفضلي يا حبيبتي بقول لحضرتك انا حلمت اول امبارح ان جوزي وجوزي عامه يعني ومعاه مشكله وكده وهو محبوس وكده وحاليا يعني فحلمت بيه ان هو زي دخل على حاكم او حاجه زي كده وطلع رجله اللي هي الشمال مقطوعه
فطلع بقى على كده وانا قعدت اعيط وهو يعيط واقول له مالك وكده، بقى قال لي مش عارف، بقيت اقول له معلش انا هبقى معاك وكده. فهو في جوزك اصلا بيشتغل في الواقع؟ اه شغال. طب والحلم اللي شايفه ده بتقولي رئيسه في العمل هو اللي اتدخل عنده وخرج ايديه مقطوعه؟ لا هو حضرتك هو دلوقتي محبوس وكده. هو دلوقتي محبوس؟ طيب هو لسه يعني هو لسه في الاجراءات وكده، لسه ما حصلش اي حاجه. طيب انا حالا هرد عليكي دلوقتي. معلش ثانيه واحده بس يا شيماء، بنشكرك جدا على الاتصال وبناخد اتصال معانا ام مروه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. وعليكم السلام، اتفضلي. ايوه عايزه افسر حلمي. اتفضلي يا حبيبتي، يا سامعاكي فعلا، اتفضلي. جوزي شاف اخوه بيطلع جثث من التربه، ففي جثه منهم قال له دي بتاعتي انا، قال له باين عليها. وبعدين اخوه رمى بطه ميته جوه التربه، وبعدين راح يرمي بطه حيه، راح قال له حرام عليك وكده، راحت البطه طارت وهو مشي وراها وبصت عليها، وبعدين نزلت مع بطه تانيه. انت جوزك عنده مشاكل؟ يعني لا مش سامعاكي، عنده مشاكل بتقولي؟ بتقولك يعني عنده مشاكل. عنده ايه، في محيط العمل ولا في محيط العائله؟ العمل، ما هم اخواته في العمل برضه. طيب انا حالا هرد على حضرتك. طب معلش يا شيماء نرد على الاتصالين بقى اللي هو الاولاني والتاني. بصي الحلم الاولاني كانت بتقول ايديه مقطوعه، القدم بتبقى كسب عيش الانسان، اليد ممكن يكونوا اهله وقرايبه مش واقفين معاه في المشكله، لان عاده اليد او ساعد الانسان بتكون اقاربه او اخوه او اخته، فواضح ان هو طالما محبوس ممكن يتفاجئ، يعني لو ما كانش ده دلوقتي بعدين ممكن يتفاجئ ان قرايبه تخلوا عنه، او لما يخرج يقابلوه بطريقه مش هيقفوا معاه او جنبه. دي حاجه، ده غير ان الماديات ضعيفه جدا، لان برضو اليد والاصابع بتعبر عن الماده، يعني هو الواحد بيشتغل بايديه بالظبط يعني. كده الحلم التاني بقى بتاع الجثث دي والكفن والحاجات والبطة. دي البطه. بصي ده معناه الجثث والكفن والناس الميته دي معناه مشاكل قديمه متجدده، هي انا قلت لها المفروض ان في محيط العائله اكتر من محيط العمل، هي بتقول ان اخواته كمان يظهر شركاء معاه او فواضح ان المشاكل العائليه كتيره جدا. البطه دي ممكن تكون رزقه او حاجه هو كان يعني عايزها او كان ليه نصيب فيها، مش هياخدها زي ما هو عايز، هيبدلوها او هيقسموه فيها، والله اعلى واعلم، بس ده تفسير الاحلام كده. طب ايه رايك يا شيماء في ناس كتير كمان بتحلم بالعنكبوت لونه اسود، ايه تفسيره؟ بصي العنكبوت ده عاده لو واحده ست اللي حلمت بيه معناه ان عندها مشكله مع ست زيها، لكن لو راجل اللي حلم بيه بنقول له عندك حد ذو سلطه وذو نفوذ، ايديه ممتده جدا وطيل قوي زي الاخطبوط. ازاي ايه؟ ايديه ممتده وطيل قوي زي الاخطبوط. الراجل لو راجل حلم بحلم العنكبوت اللي سالتي عليه ده معناه ان هو لا عنده هو يعني ست حلمت بالعنكبوت شافته في الحيط كده وكانت جنبها ست تانية وست تانية كانت جارتها. طيب بصي خليني بس الاول اقول لك رمز العنكبوت لوحده وبعد كده نفسر الحلم. أوكي. العنكبوت لوحده لو واحده ست حلمت بيه زي الحلم اللي بتسالي عليه ده معناه ان عندها ست بتعمل لها مشاكل كتير وحواليها لغط، يعني ست يستحسن البعاد عنها افضل. أوكي. خصوصا لو العنكبوت ده نزل عليا او هاجمني او قرصني، لو من بعيد كده يبقى موجود في حياتها حد بالصفات دي سيء، الاحسن انها تبعد عنه. لو بقى جارتها حلمت بجارتها، ما هي كانت الجاره موجوده معاها، ما هم الاثنين في حياتهم شخصيه بهذه الشكل بهذا الشكل. لو اتكلمنا عن الرجل حلم زي العنكبوت هنقول في حياته رجل زي الاخطبوط، عنده سلطات كتير وممكن ياذيه بشتى الطرق. فهو في يعني في كل الاحوال رمز شر مش رمز خير. الله يبعده عنا يا رب. طب شيماء نسالك على حاجه تانية، البكاء في الحلم، البكاء يعني ممكن الواحد ينام ويحلم ان هو بيعيط يصحى من النوم يلاقي فعلا دموع على وشه، او فعلا هو كان بيعيط بجد، ده معناه ايه؟ بصي البكاء بيعتبر فرج لو من غير صوت ونواح، لكن ظاهره ان انت بتقومي تلاقي نفسك معيطه او تقومي تلاقي نفسك الحزن ممتلكك، ده بيرجع للشخصيه، كل ما كانت الشخصيه رومانسيه وحساسه كل ما الاحلام اثرت وطبعت فيها فبتقومي عندك نفس الاحساس، لكن لو الشخصيه اصلا بطبيعتها عمليه قوي بتقوم مش راجع ليها البكاء ده او مش راجع ليها الحزن ده. طب بنستاذنك بس يا شيماء هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. We're
رجعنا لكم مشاهدينا ورجعنا نرحب كمان من جديد بضيفتنا شيماء صلاح الدين مفسرة الأحلام، ورح ناخذ تليفون أميرة اللي كان فصل معنا من شوي. أميرة معنا، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. وأنتِ طيبة يا رب. البرنامج بتاعكم جميل جدا. وأنتِ جميلة. ميرسي قوي. شيقة ومفيدة لينا بصراحة. ميرسي يا حبيبتي. خليكي يا حبيبتي. أهم حاجة. طيب أميرة حبيبتي، عندك سؤال لشيماء؟ أنا يعني تفضلي. دايما بحلم إن بصحى من النوم في حد من الولاد عندي بيتخطف أو في حاجة كده، معرفش فيه. بيأثر جامد بقى عليا، ببقى خايفة عليهم على طول طول الوقت كده. هم سنهم كام سنة يا أميرة؟ أنا عندي جنة 10 سنين وأدهم 16. انت ده الحلم اللي بتشوفيه يعني؟ ده بتحسي ان هما اتخطفوا ولا بتشوفي ان هما مش موجودين اصلا؟ لا، بيتخطفوا مني يعني. انا متهيألي ده من شده قلقك عليهم، لانه مفيش دلاله تتفسر يعني، ده احساس بس، ده ممكن من شده يعني الخوف بس عليهم. وانت عودتيهم على الاذكار الصبح وبالليل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذكار بتحمي حين نصبح وحين نمسي، فانت يعني حفظيها لهم باستمرار، لكن ده قلق داخلي. سمعتي أميرة؟ إن شاء الله ما في شيء خطير يعني، مجرد قلق. يا رب. شيماء معلش نسألك حاجة تانية. اتفضلي. إيه الحمامة، إيه تفسيرها في المنام؟ الحمامة أحياناً بتتفسر إن هي امرأة صالحة، وأحياناً بتكون أخبار سارة حسب هي جاية مع إيه. لأن يعني مثلاً أم نايمة وجنبها ابنها، وجات حمامة كده بينهم، بين الولد وبين الأم، دي ربنا هيرزقها ببنت، بنت صالحة. وإذا مش متزوجة هيرزقك ربنا ببنت. بجد؟ اه. طب إذا هي مش يعني هي منفصلة؟ ممكن تكون هتتجوز. الأحلام مش شوف وقتها. سيدنا يوسف عليه السلام، وده كان نبي حلمه اتحقق بعد 40 سنة، كان أولى يكون في لحظتها. في أحلام على المدى الطويل، وأصدقهم اللي على المدى الطويل مش اللي على المدى القريب. فممكن تكون هتتجوز بعد كده، ربنا هيرزقها، تتبنى حد مثلا يجي يقعد عندها فتبقى زي بنتها. في أنثى صغيرة في السن هتخش في حياتها هي وابنها. حلو جدا، يلا نقول لها مبروك من دلوقتي. بغض النظر عن السنين. شيماء، طب في احلام بنحلمها وبتتحقق بالظبط، ده بيجي من ايه؟ بصي، ده يعني في حاجتين، يا اما الانسان عنده قدر من الشفافيه، دي في ظاهره الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، قال لك الخير فيها في امتي الى يوم الدين، اللي هي النفس الملهمه. في بعض الناس احلامها صادقه كده، هبه من الله. وفي ناس تانية بترجع لطبيعه الشخصيه، اللي هي عن طريق البرج. الابراج الهوائيه اللي هم الجوزاء والميزان والدلو، بترتيبهم دول شفافين جدا، لان عنصر الهواء، تخيلي ايدك تحت الهواء، شفاف بدرجة فظيعة. الهواء بس لما بيصفر ما بنشوفش بس، أو الشبورة. والأبراج المائية، العقرب والحوت والسرطان، دول أكتر الأبراج شفافية، والعقرب أكتر حاجة في الأبراج المائية شفاف جدا، يمكن أحلامه سريعة كمان، اللي يحلم بيه بالليل يشوفه الصبح. فده بيرجع لحاجتين، يا إما هي برجها كده وساعة ميلادها فده ادها شفافية، يا إما هي أبراج ترابية أو نارية بس دي من عند ربنا، نفس الملهمة. طيب شيماء، هنرجع لك دلوقتي. خلينا ناخد اتصال تاني معانا. منى. الو، ازيك يا منى؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. الحمد لله تمام. بقول لك عايزه اسال على حلم لو سمحتي. اتفضلي. انا حلمت ان في واحده جارتنا انا اعرفها كان عندها لحمه في الثلاجه، فانا خدت اللحمه دي من وراها. لحمه نيه؟ وهي جت سالتني قالت لي انت اخدتيها؟ قلت لها لا انا ما خدتهاش. فقعدت تدور عليها كتير كتير ومش لاقياها، فاخويا انا اتصل بيها وقال لها دي منى واخده اللحمه. اللحمه كنت انا شايلها عند واحده جارتي برضه. فيعني انا ما لقيتهاش فوق، انا لقيتها عند والدتي تحت. فمش عارفه الحلم دي لحمه نيه؟ طب انا عايزه اسالك على حاجه، انت جارتك دي بينك وبينها مثلا يعني مشروع او شغل او محوشين مع بعض او عاملين حاجه مشتركه؟ لا لا خالص. مفيش خالص. طيب انا حالا هرد عليكي دلوقتي. طب معلش ناخد اتصال بس يا شيماء ونرد على الاثنين مع بعض. الو، أصالة؟ أيوة. إزيك يا أصالة؟ ألو؟ أيوة. إزيك يا أصالة؟ لا أنا مش أصالة. أمال مين معلش؟ أنا أم طارق. أم طارق، إزيك يا أم طارق؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا حبيبتي. حابة تسألي شيماء سؤال؟ والنبي خليك. اتفضلي يا حبيبتي، أسمعاكي. اتفضلي. أنا ابني متجوز. وبعدين؟ وحماه ميت وهو ومراته. فحماه جه يزورني في البيت.
فمات مات عني. فبعت لولاده مراته جت قالت له انت جاي تموت عند ام طارق. فالمهم سكتت ونزلت قالت ايه هروح ابطل يعني عشان الخرجه وكده. وبعدين راحت ماشيه بعتت لي عيل وبعدين عشان الاكل يعني. وبعدين انا رديت العيش تاني مع ابنها مش اللي هي جايباه عيش من عندي بس. وبعدين ثلاث رجاله جم ضيوف عشان الميت فراح نايمين على السرير هما الثلاثه. انا عايزه اسالك على حاجه، انت ليكي فلوس عندهم او ابنك ليه ورث او ليه حاجه او مراته ليها ورث او ليها حاجه؟ مراته ليها ورث اه. خدته ولا لسه؟ لا ما خدتوش. طيب وبعدين كملي الحلم انتهى على ايه؟ ما انتهاش بقى. الراجل مات عندي في الشقه. مرات ابنه كان عندي راخر ابنه الكبير. انا عايزه اعرف منك هو خلص على ايه؟ سيبك من التفاصيل اللي في النص، انا هعرف ارد عليها. الحلم خلص على ايه؟ خلص على ان خلاص هو مات عندي وهيخرجوه من عندي. وانت رديتي العيش اللي جالك مره تانية ليهم وخدوه؟ لا مش العيش بتاعهم. انا اديتهم عيش من بتاع الفلاحين المرحرح ده. اه طيب اوكي. تاني العيش اللي هي بحتهولي عيش بيتي من الكبير ده اللي بيتخبز في البيت. رجعتيه يعني؟ لا ما رجعتوش، خدته وبعت لها عيش تاني. بعت لها حاجه تانيه. اه طيب حالا هرد على حضرتك. طب شكرا. العفو اتفضلي. بنشكرك يا مطارق على الاتصال. نفسر الحلمين بقى شيماء. طب خلينا بقى عشان انا مطارق والتاني فكرني. اه بس سريعا عشان الوقت. بصي الفقره، بصي الحلم بتاعها ده بيقول ان هم ليه رؤيه الميت حق ليهم ورث او ليهم حاجه ومش عارفين يخلصوا بيها. واذا خلصوا بيها وعمل يعني اذا جات لهم حاجه مش هيرجعوها زي ما كانت، فهي خلافات على ميراث ومش هيوصلوا فيها لحاجه دلوقتي. الله اعلى واعلم. بس لسه الحلم بقى الاولاني اللي كانت قال بصي ده معناه انه هي برضو بتمر بمشكله او بيمر بمشاكل بس في اطار عائلي، فربنا يسهل ويخرجوا منها على خير. اللي هي اللحمه دي، اللحمه النيه دي اصلا نكد، مش عايزه اقول بتبقى حالات وفاه لان هو اول تفسير اللي بيحصل، فانا ما قلتش ان هي حالات وفاه في الاول، انا قلت مشاكل يعني نكد. فهي واضح ان هي مع جارتها هتتخابس عليها في حاجه، يعني المتصله هي اللي هتتخابس على جارتها في حاجه. وبعد كده بتقول لك خدت اللحمه وديتها لجارتها الثانيه. بقى اللي بيتخابس في حاجه مش شرط يكون العيب ده فيها، بس هو ده اللي هيحصل. اللي بيتخابس في حاجه ممكن يعمل مشاكل لاشخاص ثانيه. طيب يا شيماء احنا اكيد بنشكرك. ميرسي ربنا جدا وميرسي على كل حاجه قلتيها لنا. ميرسي ربنا. هنطلع دلوقتي الفاصل وبعد كده هنستقبل معانا الكاتبه بسماء السباعي وسوزي المعايير. ماما وخالتي قرروا تاني. ماما وخالتي تاني. انت عمرك ما هتتغير يا سامي، تصدق انت مفيش فيك فايده. ماما تعالي خديني يا ماما، تعالي خديني يا ماما، انا بعيط يا ماما. بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي مام. انا عايز اعرف دلوقتي ايه دخل مامتك في لون البوتاجاز اللي هيتحط في شقتي؟ يا عزه يا حبيبتي ما انت عارفه ان انا باخد راي ماما في كل حاجه. اي خدمه تانيه يا فندم؟ والنبي يا مرمون يا حبيبتي عايزاكي تقعدي هنا شويه مع اسس تسليه على المنزل تحت اعمل تليفون وانا هبقى اشوفك كويس. انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. اكيد مش هتطلع بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. ايوه كده. بتشتغل ايه بقى يا سلوسي؟ ولا حاجه. بابي هو اللي بيشتغل وانا اللي بصرف. رجعنا لكم تاني مشاهدينا. ماما تعالي خديني يا ماما. اكيد في علاقات انسانيه كده في حياتنا لا يختلف عليها اتنين، وهي علاقه الام بابنها او الابن بامه.
وطبعا الابن بعد الجواز تحس ان هو اتشتت، مش عارف يرضي امه اكتر ولا يرضي زوجته اكتر. ولو بقى دلع الام كان زياده عن اللزوم، الموضوع ممكن يبوظ خالص ويطلع بره ايدينا ونبقى مش عارفين نعمل فيه ايه. ده اللي هيكلمنا فيه النهارده استاذه بسمه السباعي الكاتبه الصحفيه، وهيكون معانا برضو في ضيافتنا مدام سوزي المعيرجي، مثال لام لولدين كبار زي الفل، هتتكلم معانا النهارده ونشوف هي ربت اولادها على ايه. اهلا بيكي يا استاذه بسمه. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي مدام سوزي. شرفتينا في النص الحلو. انت شايفه ايه بس الدلع لما بيزيد عن حده ممكن يتقلب ضده، والست ممكن تعاني في البيت بعد كده؟ اكيد طبعا، في امهات كتير بتدلع ولادهم، وفي الاخر الولد بيروح يتجوز بيعتقد ان مراته هتبقى نسخه من مامته. بس هو الفكره ان هي في حاجه مختلفه. يكلم ماما يقول لها تعالي خديني يا ماما؟ لا، ده هي اللي بتكلم مامتها بتقول لها تعالي خديني. بسمه في رجاله بتطلع من بسمه. بسمه شفت ازاي قاعده بتدرب على اسمك؟ ايوه بسمه بتطيع 10 مرات في الفاصل. شفتي معانا على فكره، خلاص مشاهدينا صاروا عارفين ان عندي مشكله في الاسماء، فما بحفظش عادي. دي مش مشكله. بسمه اسمع. طب بسمه ايه رايك، يعني المشكله بتيجي من فين، من الراجل ولا من امه انه هو مدلل؟ لا، انا اشوف ان المشكله بتيجي من الام، ان هي المفروض تربي الولد زي البنت. في ناس هنا شكلها سوزي قاعده، مدام سوزي مش كلامها بالعافيه، دايره الحمامات كلها تبقى زيها. سكر والله. ايه رايك في كلامها يا مدام سوزي؟ المشكله بنرحب بيكي اول حاجه. اهلا بيكي حبيبتي، منورانا. ميرسي، ده من ذوقك. هي بسمه بتقول المشكله بتيجي من الام في ايه؟ ان هي بتدلع ابنها زياده عن اللزوم. يعني خدي بالك، لو واحد، لو ست مخلفه ولد وبنت، هتلاقي الولد بيتاخر بره براحته، هتلاقي الولد لو غلط معلش ده ولد، العربيه ممكن يدوها للولد وما يدوهاش للبنت، كل حاجه كتير. مش حضرتك لا لا، بس ده موجود. لما انا بتكلم مع حضرتك في العموم ده موجود طبعا. امهات كتير بتدلع، ممكن تلاقي مثلا في شغل في البيت او حاجات مثلا عايزه من اي مشوار، يعني صح البنت ما تصحيش الولد. ممكن تقول للبنت ايه، قومي انت حضري الغدا لاخوكي. اصل اخوكي جاي تعبان، ممكن يبقى هي كمان اصغر من اخوها، البنت اصغر من الولد، يعني خد الولد هو اللي يشيل نفسه اكتر. انا طبعا ما عنديش بنات، انا عندي ولدين، والحته اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي ممكن تحصل وممكن لا طبعا. بس في العادي انه هي البنت هي ده، يعني هي اللي بتعمل شغل البيت. طب انت ربيتي ولادك يا مدام بسمه، انت عندك ولدين ما شاء الله، مدام سوزي معلش، ان هما بيقوموا بيروقوا هدومهم ويرتبوا دولابهم ويحطوا الاكل لنفسهم؟ الحقيقه في الاول لا خالص، لحد سن معين، يعني لحد مثلا سن 14 سنه او كده انا اللي كنت بعمل كل حاجه، او يعني انا والمساعده بتاعتي. مؤخرا هما بيعملوا كل حاجه لنفسهم. طيب ده كويس، لان انا بشتغل كمان. طب ازاي، ما يعني بيقول لك من شاب على شيء شاب عليه، يعني ازاي انت غيرتي ده بعد كده؟ غيرته بعد كده ازاي؟ يعني انت بالتدريج. بالتدريج، ان انا ممكن اسيب له اوضته زي ما هي ما اعملهالوش. طيب يعني لما يعاني يتحرك. طب يعني ده حاجه حلوه جدا، الستات برضو لما تتعرض لموقف ده تعمل كده. واسيب حاجتي في البيت الاكل وما اطبخلوش، هو جعان. طب مدام سوزي، ايه رايك بوصف الست لجوزها لما تقول له انت دلول مامتك؟ اهي بقى دي الكلمه اللي انا مستنياها من حضرتك من الصبح. جت عندي انا ليه كده يا شهاده؟ ما كنت تعطيها لا كده حضرتك لليلى، ما اديتها لليلى فعلا. مش عارفه اقول لك ايه، يعني سوري بقى، يعني دي الكلمه اللي يعني ايه دلدول ولا على فكره مش كلامي، بس عايزه اقول لك حاجه. لا 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 لا، مدام سوزي انا بسمعها كتير، دلوعة ماما مش دلدول، دلوعة ماما. دلوعة ماما وايه يعني لما يبقى دلوعة ماما؟ دلوعه ماما يعني مش راجل، ولا دلوعه ماما ماما مدلعاه؟ يعني ماما مثلا ايه حصل كذا عنده هو في البيت مثلا مع مراته، لازم يروح لا يجري يحكي ماما. لا انا ما بحبش دي. يعني انا ما هو كل واحد عنده فهم. لا انا ما بحبش دي. لا يعني دلوع ماما يا مدام سوزي، يعني هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من غير مامته. لازم سوري يا رشا، اي حاجه لازم يعملها لازم يستشير مامته. لا سواء عايز يطلع او يلبس، حتى الاكل، اي حاجه. لا انا ما ربيتش، احنا بنتكلم من الناحيه دي. احنا اصلا ما احبش اتدخل في الحاجات دي الا اذا هو دخلني. وهقول له رايي بما يرضي الله. انت ولادك متجوزين يا مدام سوزي؟ ولد واحد لسه متجوز عريس. ده لسه في الاول خالص. والتاني لسه يعني في الجامعه. طب مدام سوزي، ايه رايك بالستات اللي كل شويه، يمكن هو الموضوع ده يجي، احنا مش عايزين نكون عنصريين شويه، عارفه ازاي؟ فايه رايك بالست لما تيجي هو بيكون ابنها متجوز ومتهني مع مراته، كل شويه بتكلمه انا عايزاك، لازم تجيني،
لا انت ازاي تقعد مع يعني المدام بتاعتك وتسيبني انا؟ هو ازاي تاخد في حاجات بتحصل، انت ازاي تاخد لمراتك وما تاخد ليش ليا انا؟ فايه رايك بالموضوع؟ لا ده ما يعجبنيش خالص، بس برضو على الاذر سايد ان هو برضو ما ينفعش يهمل مامته خالص. لا طبعا ما ينفعش يهملها، بس ما ينفعش يعني ما ينفعش الام تتدخل بالشكل اللي حضرتك بتقولي عليه ده خالص. طب انت رايك انا بس كنت بس انا كمان ما اقدرش ان ابني يهملني نهائي برضو. طب انت رايك ايه يا بسمه؟ انا كنت بدي اقول لبسمه شيء معلش سوري. بنفس الموضوع اللي عم تحكوا فيه، انه في ستات اصلا بيكونوا عندهم نقص بعلاقتهم بزوجهم، فعايزه تطلع ده في ابنها، فبتروح محاوطاه بطريقه مطلعاه شخص كده ما يعرفش يعمل اي حاجه. فهي دي الست اللي بنتكلم عنها طبعا. بس دي حضرتك دي كيس. هي دي او هي في منها كتير. هي بس الفكره ان احنا في وقت الجواز هتلاقي انه كل واحد فينا حاطط التاني في فريم معين بيرفض انه يشوفه بره الفريم ده. هتلاقي الحما دايما هتبقى حتى مرات ابنها في فريم ان هي هتاخد ابنها لاهلها ومش هتشوفه، خلاص بقى انها تتحامل عليها من قبل ما يكون في حاجه. وهكذا البنت بتبقى داخله الجوازه حاطه حماتها في فريم ان هي عايزه تتدخل، فبالتالي بتشيل من حماتها من قبل ما يحصل اي مشكله. ثقافه يعني في مجتمعنا. بالظبط. احنا عندنا الميراث مش بس في فلوس واراضي وكده، احنا عندنا المشاعر كمان ميراث، ان الواحده تتعود انها ما تحبش حماتها، وان الحما تتعود ان هي يبقى في ضغينه ما بينها وما بين مرات ابنها. في واحده ممكن لازم نكسر. طب ايه رايك يا بسمه في الام اللي بتحب تعرف كل كبيره وصغيره عن ابنها لدرجه انه توصل الست لما يكون عندهم اطفال بتغري الطفل، تعالى يا حبيبي يا مامتك راحت فين؟ انت عارفه هي مش عارفه ايه؟ عارفه حبيبتي انا اعرف واحده اعرفها يعني حماتها بتقول لها انت ما تطبقيش لجوزك التيشيرت كده، طبقيها كده. دي وصلت لتطبيق التيشيرت اللي هو الكلام يعني ما تطبقش الكلام ده خالص. يعني الكلام ده بالنسبه لي غريب. لا يعني هو ده الواقع اللي بس ده بس اعتقد انه ده يعني قديم. لا 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 يبقى انا هو حضرتك. لا لا انت مش قديمه بالعكس انت لا يبقى انا اللي قديمه يعني لو ده موجود يبقى انا قديمه. بصي هي كل بيت غير عن البيت التاني. بالظبط. كل ام انت ام غير عن النماذج دي مؤذيه جدا. النماذج دي النماذج مؤذيه. وانا حتى ما تربيتش مع جوزي الله يرحمه على كده خالص خالص. يعني اللي حضرتك بتقوليه ده انا مستغرباه. يعني انا ربيت اتنين رجاله الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله، تربيه سويه محترمين كلمتي بالبصه، ومع ذلك بدلعهم موت يعني. لكن في وقت كده ليميت العلاقه بتقف عند الام وابنها. ادي حاجه. الحاجه الثانيه انا مجوزه ابني بدري. مجوزه عنده كام سنه؟ 24 بتاع 25 يعني بدري. طب وايه علاقتك بمرات ابنك يا مدام؟ لا علاقتي بمرات ابني كويسه جدا الحمد لله، وانا بحبها جدا جدا جدا. كانت جداً. اختيارك ولا اختيار؟ لا اختياره. لا 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 اختياره، بس انا وافقت عليه ان بسم الله ما شاء الله اختيار موفق جدا الحمد لله. وانا وافقت عليه وانا يعني سعيده بيها جدا جدا جدا. بس يعني هو لسه متجوز جديد فاحنا لسه ما نقدرش نقول لسه على البر. طب مدام انا مش عارفه بعدين الدنيا. اتمنى ان هي تمشي كويسه واعتقد إن شاء الله هتمشي كويسه، لانه انا ابني ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش هو ابني سوي لانه شاف امه وابوه عايشين عيشه سويه. فان شاء الله هيكون مع مراته ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مدام سوزي شو اللي ممكن يضايقك من تصرفات او مش ضروري انت يعني شو بتشوفي الحما انه ممكن تتضايق من تصرفات مرات ابنها؟ ايه اللي ممكن يضايقك؟ شوفي انا هكلمك على نفسي. اكتر حاجه ممكن تضايقني وتخليني أقلب بنسبة 180% إن مرات ابني تحطني معها في مقارنة. بالظبط. العلاقة مختلفة تماما. لأن العلاقة مختلفة تماما. وأحب أقول لها إن في الحالة دي هي هتخسر بنسبة 200% لأن أنا ربيت كويس قوي. إنما إذا اتعاملت معايا على إني أمها وإن هي مرات ابني بنتي أنا ما عنديش بنات هتكسب فوق ما حضرتك تتخيل. بس في برضه ستات تقول لك ايه انا ايده صوابع العشرة شمعة هي شايفه كده وبرضه حضرتك هي شايفه كده مش عاجباها. مش كل النماذج. لا مش كل النماذج كويسه حضرتك هي شايفه كده. لا في نماذج من تحت لتحت كده هي شايفه كده وتبقى عامله لنفسها كده قدام جوزها وممكن بيني وبينها يبقى في بصه وفي حركه وفي يعني احنا ستات وفاهمين حاجات كتير من القلب للقلب رسول طبعا. معانا خلينا نشوف راي الشارع بهذا الموضوع ونرجع.
الراجل المدلع اللي هو تبع مامته او والدته طبيعي ان هي بتعامله كطفل كابنها، وفي نفس الوقت بتسيس امورها مع والدته وتلبي طلباتها عشان تقدر تعيش. يعني انا لو واحد متقدم لي تبع مامته وكده عمري ما هوافق عليه، عشان هبقى كل حاجه بقى هقول لماما اخد راي ماما. بتاع مامته بتبقى اصلا حاجه بتخنق الزوجه وكده، ان هي مش هتعرف تاخد راحتها معايا، اي حاجه هتبقى مامته هي اللي ممشياها. هو طبعا كل واحد بيشوف ان مامته احسن واحده في العالم، فلازم تبقى هي حتى قريبه من مامته عشان تبقى قريبه من قلب الراجل المدلع ده. لازم ان احنا نسيسه على قد ما نقدر كانه بيبي صغير، نتعامل معاه بنفس اسلوب الطفل الصغير. يعني لازم تكون لطيفه معاه وتكون كويسه معاه، عشان هو واخد على ان يكون مامته بقى مدلعاه وبتعمل له كل حاجته ومصالحه، فهي تتعامل معاه بنفس الاسلوب، غير كده هتخسره. المفروض اصلا الزوجه ما تتعاملش مع راجل زي كده، يعني الراجل المدلع ده اصلا ما ينفعش يكون زوج ولا اب للاولاد. احاول اعملها زي ما هي بتعامله عشان اكسبه بصف. الراجل المدلع ما خدوش من الاول اصلا، بتاع مامته وهي هتمشي الكلام بقى عليه وكده، فهيبقى في مشاكل كتير بيننا. الزوجه بقى تسيبه وتريح دماغها، لان مش هينفع بقى تعيش مع واحد مدلع. المفروض الراجل بيتحمل مسؤوليه البيت. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية. ايه رأيك مدام سوزي بالكلام اللي قالته؟ قالت هو ما ينفعش انها تعيش مع حد مدلل، يعني انه تيجي تاخد راجل يطلع يعني زي ما قلت لك قبل شوية ابن مام. هي الراجل المدلل ده هي هتنام وتصحى تلاقي نفسها عايشة معاه، ولا هي عاشت فترة خطوبة ما تسيبه قبل ما تاخده الخطوبة كل الناس، ولا هي فاكرة ان هي بعد ما هتاخده هتربيه؟ يعني مش هيحصل. في راجل مدلل مش عاجبك من الاول تتجوزيش وخلاص، يعني حاجه سهله جدا. طيب على ولا اجي اتجوزه وبعدين ارجع اشتكي انه مدلع، بلكي اكتشفت بعدين انه هو مدلل زياده. فتره الخطوبه عمرها ما بتبقى فردا فردا. الموضوع حصل وكان فتره الخطوبه قصيره، تعمل ايه؟ بس ما شو رايك، حب اسمعك، شو تعمل لو اتزوجت واحد مدلل؟ شو تتصرف؟ لا هي تحاول تصلح حياتها، تحاول تقومه، ما فيش حد بيفضل كيف على حاله. انت شايفه ان احنا ممكن نكتشف الجو يعني الموضوع ده في فتره الخطوبه؟ لا طبعا مش شرط تكتشف فتره الخطوبه. فتره الخطوبه الاثنين الراجل والست بيبقوا احسن حالاتهم، مفيش حد فيهم ابدا بيعرف. خدي بالك بيمثلوا على بعض في الفتره دي. اكيد طبعا. الراجل والست في فتره الخطوبه بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا، ان هم بيتكلموا مع بعض جزء من اليوم، باقي اليوم هم مش مع بعض. كل واحد في بيتها وهو في بيته. هما الاثنين، هو ممكن يكون لسه كان بيتخانق مثلا بصوت قد كده عالي، فاول ما يقوم يرد ايوه يا بيبي صح والله. طب بس ازاي نقدر نحل مشكله الحمام مع الستات، يعني مع ابن، يعني زي بتقولوها مرات الابن، مرات الابن. ازاي نقدر نحل المشكله دي؟ هقول لحضرتك انا مش لاحقه، انا حاسه هي عايزه. طب ازاي؟ طيب يا مدام سوزي، لا انا حاسه ان انا مش مرتاحه. هي دي ثقافه يا باشا. ليه؟ بالعكس انا عايزاك تكلمي. انا والله عايزه يعني صوتي بس رايح، فمش عارفه. معلش كلنا عندنا برد اليومين دول يا بس. وانا انا عايزه اعرف ازاي نقدر نحل المشكله بين الحمات. اوكي، ان الحمه بس ما تبقاش شايفه ان اول حاجه مرات ابنها، ان 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 مرات ابنها دي خدت ابنها منها، وان مرات الابن ما تبقاش شايفه ان الحمه تغير بس الصوره، ان هي ما تبقاش شايفه ان حماتها دي كائن مؤذي. بالعكس، هي ممكن تبقى صاحبتها، ممكن تقرب منها، ممكن تبقى هي اللي بتشتكي لها من جوزها، وفعلا حماتها دي هتديها نصيحه صح، فعلا حماتها دي هتقاوم ابنها. طب واذا كانت الحما ست قويه تتصرف الثانيه معاها ازاي؟ هو مفيش غلط بيبقى على فرد واحد، مفيش غلط بيبقى على حما بس او على مرات ابن بس. لو في مشكله فالمشكله بتبقى على الطرفين. وفي ناس في الاخر ما بتفضل زي ما هي، مفيش حلول معاها، يعني طيب سواء مرات ابن او سواء حما. سوري، معانا تليفون. مي، مساء الخير يا مي. النور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مشتاقين لك. اخباري؟ ربنا يخليكي. انا متفقه جدا مع ان الحما فعلا مش لازم تكون من جانب المؤذي، لا خالص. يعني انا حماتي صاحبتي قوي، وبحبها جدا، بعتبرها ماما الثانيه. ربنا يخليها لك. وساعات اصلا بشتكي لما كنت انا من جوزي، بس بكلمها تشتكي لها من تحت لتحت كده، وهي اللي بتظبط الموضوع. قد ايه صار لك مجوزه يا مي؟ سنتين.
سنتين والحياه حلوه وكله فل. طب انت بتعملي ايه يا مي بقى؟ ازاي قدرتي توصلي للعلاقه يعني بالطريقه دي مع حماتك؟ بتتصرفي وتتعاملي معاها ازاي في البيت؟ لا بعتبرها ماما يعني عادي، حتى لو كان جوزي مثلا بيحب يقعد معانا بيتكلم معاها انا بشجعه على ده، بالعكس هو تراني شايف ان هو في خير ليه خير فيها هيبقى في خير فيا، فاهمه؟ بقى انا بحترمه جدا فيه اصلا وحابه كده يعني. و بنشكرك يا مي. طيب نشكرك على اتصالك. طب مدام سوزي انا عايزه اسالك سؤال. مش عاجبني الكلام خالص، معلش. لا ليه ليه مش عاجبني الكلام؟ لانه حضرتك بتتكلمي على مرات الابن وعلى الحما، فين دور الزوج في الموضوع؟ انت ايه اللي عرفتي؟ ما انا هسالك دلوقتي سؤال وعايزاكي. حضرتك بتتكلمي على الاثنين. طب ايه دلوقتي افرضي ان الزوج ده واخد صف امه او العكس، انت هنا المنظومه كلها تتغير. يعني انت هنا بتتكلمي على الاثنين دول قصاد بعض. انت قصدك ان احنا لازم نحدد العلاقات بالظبط علاقه ايه؟ علاقة مختلفة يعني انا تماما. مثلا جوزي بقى يوم الجواز قال لي انا مثلا امي واخواتي خط احمر. طيب يا مدام سوزي دلوقتي لو لا سمح الله لا سمح الله حصلت مشكله بين ابنك ومراته، انت كأم تيجي بصف مين؟ بصف ابنك ولا بصف لا الغلطان؟ الغلطان ده يعني امام ربنا بقولها كده الغلطان، ولو ابني غلطان وغلط مش عاجبني ده هي يعني هيبقى حسابه عسير، لان دايما هقول له اتقي ربنا في مراتك يعني دي بس منشوره ايه الغلطان يعني. بصي انا بشوف ان المشكله دي اساسها في الاول خالص لو في مشكله بين الحما ومرات الابن فهو بيبقى الزوج، الزوج هو اللي يعرف يسوق الليله صح، هو اللي يعرف حتى لو هو بيحكي لمامته كل حاجه مش شرط يجي جنب مراته ويقعد يحكي جنبها لو دي حاجه بتضايقها. يعني رايك ان الزوج الام لازم تربي ابنها ان هو يبقى شخصيته قويه ويعرف يختار ويعرف يحكي ايه وما يحكيش ايه ويتصرف ازاي؟ وحتى لو بيحكي يعني طب ما البنت بتحكي كل حاجه لمامتها، ايه المشكله ان هو يحكي؟ بس ما يبقاش البنت ممكن تحكي لمامتها لكن الراجل برضه. انا بس قصدي انه ارجع تاني لنقطتي ان الراجل هو اللي بيعرف يسوق الليله صح، مثلا لقى ان مراته بتتضايق ان هو بيحكي كل حاجه لمامته مش شرط يكلم مامته من جنبها ويقعد يحكي لها اكلت ايه وشربت ايه ونمت امتى وصحيت امتى، مش شرط. لو مثلا هو مامته غلطانه في حاجه او مراته غلطانه في حاجه يروح لكل طرف من التاني يقول لمراته لا ده انا قلت لماما ما ينفعش تضايقك كده، ويروح لمراته يقول لها انا قلت لمراتي ما يصحش تعمل كده، هو اللي هيعرف يصلح الموضوع. ده لو لكن هو عنده هي الشخصيه، لكن يعني اللي هي لا ماما لا ويروح بقى يقعد يعمل الخناقات الكتيره دي، طب ما انت كده هتكره مراتك اكتر في حياتك. مظبوط. لكن الصح ان انت تسوق الليله وتهدي الدنيا، تتعامل بذكاء. طيب بسمة انا الوقت ما خلص للاسف، احنا مبسوطين انه كنتوا معنا وان شاء الله المره الجايه يكون صوتك احسن. مدام سوزي مبسوطه كثير انك كنتي معنا. ربنا يخليكي. وانت اكيد حما بتجنن يعني، مش والله ربنا يخليك ولادك وما يجيب ما ادتونيش فرصه ان انا اقول اللي انا عايزه اقوله. بسمة زعلانه ان انا مش ملاحقه يعني، انا ما قلتش حاجه اساسا. معلش يا مدام، ان شاء الله تكوني معانا في حلقات لا لا ثانيه يا مدام سوزي. ملحقتش اتكلم عن الحما يعني، انا ملحقتش اتكلم عن الحما. انت ما ينفعش تتكلمي عن الحما، انت سكر. لا لا اذا انت يعني سكر بحد ذاته معانا يكفي انه انت حما مثال للستات. بس ما عرفتش اقول لانه انتوا عمالين تتكلموا على الحما ومرات الموضوع مشعب كتير. يعني شعبتوه. معلش يا مدام سوزي، اكيد احنا عندنا لسه الايام جايه وهنستضيفك. انا اتشرفت بيكم وميرسي قوي قوي. ومشاهدينا بعد هاي الفقره خلينا نطلع فاصل ونشوف تقرير عن كيف نعمل من قصائص القماش لوحات ومفروشات حلوه للبيت، وبعدها رح نرجع للشيف المغازي ونشوف السفره الحلوه اللي عملنا اياها اليوم. اسمي سهير محمد عبد العاطي، بقدم النهارده شيء يعني يعتبر من الفنون اليدويه، بس هو مختلف شويه وهو اسمه فن الباتش وورك. باتش وورك هي كلمه انجليزي معناها، كلمه باتش معناها جزء، وورك العمل او العمل يعني زي تجميع الاجزاء، تجميع القطع بالمعنى ده، لان هو يعني بيعتمد اساسا على قطع القماش اللي بتتجمع مع بعضيها بصوره معينه علشان تدينا عمل فني في النهايه. يمكن في ناس بتعتبر ان هو بما ان هو فن القصاييس او فن قطع القماش بيعتبر ان هو فن يعني بنعتمد بيه على الحاجات القديمه على البواقي، هو ممكن ده، لكن طبعا لما الواحد بيشتغل في الفن ده بيبتدي يشتغل يجيب قماش مخصوص وبيجيب له حاجات
يعني بيجيبها مخصوص عشان يشتغل بيها. لكن في نفس الوقت انا لو عندي في البيت حاجات وهو ده مست الفن دي الاصليه، ان انت لو عندك قماش في البيت، لو عندك بواقي حاجات، حتى لو عندك حاجه قديمه بتاعت مامتك بتاعت جدتك، حاجه مميزه جدا، فانت ممكن تجمعيها مع بعضها، بس ما تبقاش باينه بقى ان هي حاجات متلزقه في بعض، تبان بصوره فنيه ممتازه وتديكي يعني بالعكس تديكي حاجه فنيه رائعه ممكن تعجب الناس كلها. طبعا في البدايه عملت صفحه على الفيسبوك علشان الناس تعرفني، وهي اسمها سوز باتش وورك، كان على اساس ان انا انشر عن طريقها الفن ده. فلما الناس ابتدت تشوف الاشياء ابتدت يلفت نظرها الجوده والالوان وكده، ومن هنا بقى ابتدت احس ان انا ايه النقطه بقى الثالثه، انه انا المفروض ان في ناس كتير تتعرف على الفن ده، وابتدت ناس تحب انها تقول لي طب ليه ما تعلميش الفن ده. اي حاجه ممكن تستخدميها ممكن تتعمل، بس تتعمل باسلوب الباتش وورك، ان احنا نعملها باجزاء متجمعه مع بعضيها بصوره فنيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والاستمتاع مع النص الحلو والفقرات الجميله، ولكن في فقره هنا شدت انتباهي وانا قاعد بأبدع وارسم لوحة جميلة من سفرة حلوة، الحما ومرات الابن. أصلا مفيش وجه مقارنة خالص، ده أم يعني إحنا تحت رجليها، أما البنت أو الزوجة عادي يعني ممكن مفيش توافق ومفيش مشكلة، الأمور هتتصلح، كلمتين حلوين الأمور هتتصلح. أما الأم دي خط أحمر محدش يقرب لها، اللي هي الحما أيا كانت بقى، والحما تعتبر أم زوج ابنها، يعني الحما بتقوم بدور الأم لان ده متجوزه حته منها، فدي مهمه جدا. حبيت بس ربنا يخلي لك مامتك يا شيف. امين يا رب. خلي لي مامتي وخلي لنا امهاتنا يا رب. امين يا رب العالمين. حما يعني الام يعني امهاتنا كلها. صح يا رب. تعالوا شوفوا النهارده عملنا السفره الجميله ايه. قولي لي، قول لي بقى يا شيف، انا شايفه حاجه جميله جدا. قولي لي جايه من النص الحلو. قولي لي قولي لي، انت هنا مع الشيف المغازي. ايوه قول لي يا شيف، لسه كنا بنتكلم قبل شويه. ما تساليش في حاجه. طيب تعالوا شوفوا المسقعه بتاعتنا النهارده، حبيت اعملها من المطبخ المصري الجميل بالبتنجان، ولكن فيها سر، واحنا اتفقنا مع بعض ان كل اكله لها اسرارها. دايما المسقعه لما بنحطها على السفره بتصيص، بتنزل صلصه الطماطم والبتنجان نتيجه الاختلاط كله مع بعض. انا حطيت معلقتين رز صغيرين مع الصلصه، فهي هنا حطيت رز هنا يعني حبيت معلقتين صغيرين. طيب معلقتين أكل. يعني الرز بيعمل ايه؟ الرز ده بيشد الصوص او الصلصه اللي بتزيد في الصينيه او في الطبق، يقوم الطبق المسقعه يكون ناشف بالشكل الجميل ده كده. لما تبرد تقطع منها بالسكينه زي البشاميل بالظبط، هي دي المسقعه. شوف السكينه بتعلم ازاي. شوف يا ليلى. صح. معلقه من المسقعه تيجي تشيليها تشيلها في الطبق كده زي ما هي، اساتذتنا المصورين، هي دي المسقعه اهي، ومكانها يعلم في الصينيه. بس انت عارف يا شيف في ناس بتحب الصوص ده برضو يعني. ما انا معاكي. ما هو الصوص ده ايه، انت حطيتيها في الفرن فبتغلي فبتنسجم. تعرفي تعملي كده؟ شرب كل. طبعا ما تقدريش، ده الشيف بيعمل كده. طبعا يا ليلى، ولا حد يقدر يعمل ايه يا ليلى، هتوقعينا في الغلط ليه؟ لا لو سمحتي انا هنا عند الشيف، مفيش حد يجي هنا. هنا في ملعبي. هنا في ملعبي. دي للشركسيه، الشركسيه كلنا بناكلها في المطاعم بشكل مختلف. البعض بيعمل صوص الشركسيه بالفول السوداني ويقول لك مشي الحال طريها فمفيش مشكله. حاطط ايه جواها؟ ده عين جمل. هو ده الموضوع. يا نعم. الشركسيه احنا بنعملها بعين الجمل مش بالفول السوداني، ولكن انت تعرفي ده من ده ازاي؟ الفول السوداني مهما ينطحن بيدي تخريزه تحت اللسان، يعني يدي ترميله كده زي السميت الناعم، زي السمسم. زي السمسم. اما عين الجمل تلاقيه طري، فلما بينطحن بيبقى بشكل كريمي مع اللبن. يعني وبعدين انت حطيت عليها الصوص البيضائي دي؟ لا. لا اللي فوقها دي ايه؟ الصوص الابيض ده. اللي هو طالع من الكريمه والحليب والتوست الابيض. وهو ان احنا واحنا بنعمل الصلصه بتاعه الشركسيه نخلط الاحرف بتاعه التوست، نشيلها خالص، يبقى عندنا اللب الابيض بننقعه في الحليب مع عين الجمل، بنعمل الطشه كزبره ناشفه كزبره خضراء، في الاخر كل بنخلطهم بالخلاط ونحطها على الوش بالشكل ده. فلازم كله يغلي مع بعض. بنحمر الدجاج طبعا او الديك الشركسي ونحطه في كده برزنتيشن مع الرز بتاعنا الجميل وصلصه الشركسيه. الشركسيه طبعا دي اكله من ايام العثمانيين من زمان، لها تاريخها ومشهوره جدا طبعا في المطبخ التركي. هي الميزه فيها يا ليلى بان هي المذاق هنا الفراخ نفسها. الفراخ لازم تشرب من بوكيه جرنيه من جزر وكرفس وبصل وتوم، ده كله يتسلق مع بعضه، فالفراخ بيبقى طعمها. طب ممكن ادوقها يا شيف؟ ان شاء الله بعد ما نخلص. لا انا عايزه ادوق دلوقتي.
عشان اقول للمشاهدين. طيب عينيا الاثنين اهو لسه ما كلامك. طب شايف لبين ما ليلى تدوق، انا بدي اسالك انت عن التحمير. ها التحمير هو طبعا موضوع بسيط كتير، كل الستات بمصر بيحمروا الفرخه عادي. انا باجي بحمرها بتبقى معايا عامله زي الشيبسي هيك طرفها بتتكسر. ما بعرفش قولي لي انت بتحمرها مشويه ولا بانيه؟ لا انا لا هقول لك انا يا شيف الحته هي قصدها، هي قصدها ان هي ممكن تكون بتاخدها من الشوربه. الشوربه لازم تتسقع الاول في الثلاجه تمسك نفسها وبعد كده تتحمر. الفراخ اهل العلم خلاص يا بنتي هاي بايب بالكلام. انا بالنسبه ليا خلينا نوضح نقطه التحمير شويه عشان انا دقتها بجد بهنيك. هسه هجاوب بس رشا تسلم ايدك. تمام حاجه جميله مسلسل الشركسيه اهي. طيب. انا ما خلانيش الشيف اقول له رايي. طب اتفضل اقول لك رايي ولا اتفضل بامانه المخرج بيقول لي بامانه. طيب. بس بجد بجد بامانه كده بالمصري بالمصري بتقولوا ايه؟ 100 100 100 100. طيب تعالى تعالي يا رشا سؤالك، احنا ازاي بنعمل صلصه الدجاج المحمر في الفرن ما يفرطش منك؟ اي بنيه دي قاعده خلوها في المطبخ، احنا بنقول المطبخ مش دستور ولا قاعده، بس دي قاعده خاصه او شاذه زي ما بيقولوا. البنيه ما تحطيش اي ماده دهنيه فيه علشان لما تشويه في الفرن او تحمريه في الزيت هتفصل الماده الدهنيه دي. هي مش قصدها البانيه، قصدها الفرخه الكامله المتقطعه 4/4 او الفرخه الكامله. الفرخه العاديه اللي هي يعني احنا ممكن ناخد الفرخه نحمرها بعد كده. ما في حاجه من الاثنين، يا اما تتبيل الفرخه من بالليل ساعتين ثلاثه في التتبيله وفي الاخر تديها صدمه ناريه على النار وتدخلها الفرن، دي طريقه. الطريقه الثانيه عندك وقت براح يعني في المطبخ، حطها في صينيه زي دي كده وحط عليها شويه زيت زيتون مع التتبيله ودخلها الفرن. يعني التحمير بالفرن احسن من التحمير دي الطريقه المصريه. زي المسخن الدجاج انا بحمرها برده في السمنه او في الزيت عادي. الفرخه بتقطع بسقعها شويه. بطبخ يا استاذ احمد كويس. الحمد لله. هي تقصد ان الفراخ بعد ما بتتسلق بتحمريها على فكره. أيوة. بعشقها دي. هي دي الفراخ المحمره يا شيف بتاعتنا. أيوة الفراخ المحمره. عشان احنا مش متعودين نعمل هيك. ايوه بتسلقي الفرخه وعايزه تحمريها بعد ما تتسلق. ايوه هو ده. فبتروح بتكرنش معي. هي فعلا دي الطريقه المصريه. بتكرنش بتبوظ معي ما بتظبطش. بتفرط في الزيت. سيبك منهم يا شيف. المشكله ان الجلده بتاعت الفراخ اللي على فوق انت ترفعيها بس اذا انت مش حباها، وهتحمري الفراخ معلقتين زبده ومعلقتين زيت وتحمريها بزيت شديد شويه، ما تخليهاش على النار كتير وهي تبقى معاكي زي الفل. تعالوا هنا انا عاجبني قوي الكيكه اللي هي بالجنزبيل والقرفه، لان احنا بجد دي يعني انا عاجبني القلب. القلب ده بتهديه لمين؟ لكل مشاهدين قناه دريم الفضائيه الام. طيب عندنا القلب الجميل الحلو ده للاستاذ احمد السيد. الاستاذ احمد السيد الكبير تعالوا مع بعض. مدلع والله يا احمد السيد مدلع. نشوف الجنزبيل والقرفه مع الكيكه بتاعتنا الجميله. اهم حاجه الجنزبيل هنا مبشور وبودر الاثنين مع بعض، نخلطهم مع بياض مع البيض اللي هو الخمس بيضات او الاربع بيضات، معانا السكر معانا السمنه، كل ده بيتخلط المواد السائله مع بعضها. المواد الجافه اللي هو الدقيق مع البيكنج باودر. نقدر نلفها بس حلو ده مع بعضه زي الفل. ده كله بيتخلط وفي الاخر بنحطهم في قالب بالشكل الجميل ده وبيخشوا الفرن. طب شيف عايز اسالك على حاجه تانية بقى. اتفضل. تسويه الكيكه. عشان انا بعاني منها. ساعات الكيكه تلاقيها استوت من بره ومن جوه تلاقي في حته سايبه كده. مظبوط. هل ده بقى كانت هتحصل معايا دلوقتي من الفرن ولا هل ده من تكوين الكيكه ذات نفسه؟ بص الكلام ده طبعا لكل المشاهدين واخواتي وحبايبي النص الحالي. في خمس علامات لنجاح الكيكه، خمسه مش ثلاثه، هم دايما يقولوا ثلاثه هم خمسه. رقم واحد بتبدا بالدقيق بتاعك لازم ما يكونش متخزن بقاله فتره طويله وفي رطوبه، الدقيق بتاع الكيكه اللي بتعمليه بتاع الكيكه عشان ما تهبطش منك مهما تحط لها. رقم اتنين البيكنج باودر ما يكونش متخزن بقاله فتره طويله عندك في المطبخ، او انت فتحت العلبه بتاعت البيكنج باودر وسبتها مفتوحه. لا خدت منها تقفليها. البيكنج باودر بالذات البيكر او اجيب الاكياس اللي بتخلص وارمي كيس. لو فتحت الكيس برافو عليكي استخدميه وارميه. عشان تقفليه وتخليه في الثلاجه تاني عشان ما يخربش. يعني لا هتجيله رطوبه. اوكي. من الادراج بتاعه المطبخ والحاجات دي كلها. هناخد البيكنج باودر، دول حاجتين مهمين جدا. رقم ثلاثة ان احنا نخلط المواد السائله كلها مع بعضها في الاول خالص. رقم أربعة نخلط البيكنج باودر مع الدقيق قبل ما نخلط الدقيق، ما نخلطش البيكنج باودر مع المواد السائله لان ممكن تريح في مكان تركن في جنب فتبقى الكيكه هنا مفيش توازن مع البيكنج باودر. دي مهمه. رقم خمسة اهم حاجه لما تحط الكيكه في الفرن درجه حراره الفرن تكون 180 وما تفتحيش الفرن ولا الطفل ولا البنوته الحلوه تخش المطبخ بتعمل ايه يا ماما تفتح الفرن تبوظ لك الدنيا الا بعد 30 دقيقه من دخولها الفرن. كده شرحنا كل المشاكل عشان السخونيه يعني سيبك بقى من الفرن مروحه وغير مروحه ده ما كانش الكلام ده. طب شوف انا عايزه اعرف درجه حراره الفرن 180. طب انا ما عنديش فيه درجه حراره اظبطه ازاي؟ على عالي اعلى حاجه؟ هو تقريبا هقول لك على حاجه برافو عليك ده سؤال مهم جدا وممكن يواجهنا احنا الستات البيت.
جربي مره كيكه واظبطي المفتاح بتاع البوتاجاز على مكان ظبطت معاكي كده صوريها على الموبايل وكل ما تعملي كيكه او علمي ماشيه قولي دي علامه الكيكه زي دلوقتي ايه الستات بيعجبنا قوي الدماغ بجد بتعاير مثلا الكيكه تنجح معاها في عيار الكب ده الكوب ده مثلا او المج ده اللي عليه دريم الشكل التكيله دي بالمكيال ده فبتخليها تقول لك ده عيار الكيكه بتاعي عملت بسبوسه مثلا وعجبها العيار بتخلي العيار ده وتكتب بسبوسه ده شغل حلو ده اهتمام بالمطبخ عشان كده بقول لك لما نعمل شوبن نجيب حاجات تريحنا في مطبخنا اهم تقريبا احنا بنجيب برضه. حاجات تريحنا لينا احنا واحنا حاجات تريحنا واحنا خارجين بره البيت كل واحد بيجيب اللي هو بيريحه كل حسب ما بنعمل طبعا طيب يا شايف انا عايز اعرف حاجه طيب عايز اقول لك الاقي حاجه بعد اذن حضرتك انا يمين انا عارف انك عايز تعرفي كل حاجه وعايزه تتعلم من المطبخ يا ريت انا هنا على السفره أتمنى. على السفره بتاعتنا ما ننساش الاطفال لما يجي الطفل اقول له مسقعه مش هاكل جيبوا لي حاجات من بره الدليفري يخش بالاكل شركسيه لسه هتشرحي له سن معين كده 10 سنين 12 سنه اول ما يلاقي الاسباجيتي الجميله الحلوه اللي هو نشا عليها مع السوس بولونيز هنقدر نخليه يقعد على السفره ده كلام طبعا للامهات نقدر ان احنا نشد انتباهه مره يدوق صوص الشركسيه على لسانه يعجبه هيقول لها ماما اللي كان موجود من يومين ده عجبني المسقعه كده معلقه على الماشي يعني نقدر ننسجام ما بين الاطفال والاعمار السن والاطفال معروفين بيحبوا المكرونه جدا المكرونه والبطاطا المقليه والحاجات صح. دي كلها يحبوها الاطفال بس مش الزيوت بيضايقوا الاطفال يا شيف يعني الزيوت الزيت يعني مثلا البطاطا اوكي الاطفال بيحبوا البطاطا جدا بس المشكله في الزيت هي المشكله ما احنا الزباكيت احنا عاملينه بزبده يا ليلى مش بزيت المكرونه البولونيز بتتحمر في حته زبده صغيره انا هقول لك ليلى قصدها ايه يا شيف انا فاهمه ازاي احنا اما نحمر البطاطس ما تبقاش شاربه زيت الله يا استاذه سفيرة النوايا الحسنة حلو شفت ولا سفيرة ايه؟ النوايا الايه؟ الفنون الجميلة طيب تعالى نشوفه مع بعض اعمل ايه طيب انا في النص الحلو لازم ترضينا كلنا يا شيف انا بغار انا ما دام جيت هنا لازم ترضيني زي ما بترضيها حاضر ماشي احنا بنرضي كل الساده المشاهدين اللي مش ومشاهدينا كمان دول على راسنا من فوق وانا مجبر ان انا ارضي الجميع تعال والاستاذ احمد السيد على عينه وعلى الراس اتفضلوا وقناه دريم يا هنا طيب وقناه دريم يا شيف مغازي ومشاهدين قناه دريم يا شيف مغازي على راسي انت عليك مسؤوليه جامده يا شيف مغازي قدام تعالوا اسال السؤال حلو ليلى ازاي بالسباكيتي ممكن تتعمل بالزبده بدل الزيت انت لو حطيت الزبده على الاسباكيتي وانت بتسلقيها غلط لازم تسلقي المكرونه في ميه بزيت